يا جماعه مش عارفه اوصف لكم على الحقيقه عامل ازاي. يعني شخصيه لماح جنتي، مش عارفه احكي ايه ولا ايه. كل ده ما عشان كده فاس. ايوه على فكره ذكي جدا، واللي زي ده بقى تخافي منه. طب الخطوه اللي جايه ايه؟ المسهوكه. ايه البت المسهوكه دي اللي على طول لازقه فيه؟ انا عارفه لازقه فيه ليه كده. وبعدين يا جماعه انا شايفه انها مش لايقه عليه خالص. يعني هو ينفع واحده شبهي وتبقى لماحه وفهماه ومتواصلين كده؟ يعني انا بقول كده برضه. كفايه يا امي اكل انت وهي، هيجيلك التصاق في الفخدين. كفايه حد يفكر معايا هنعمل ايه في النصيبه اللي انا فيها. مش عارف اللي مش عارفه من مين هيعرف. على فكره اللي احنا بنعمله ده غلط. ليه يا امي؟ الراجل خاطب، ويمكن الخطوبه دي بقى لهم سنين مع بعض قصه حب طويله عريضه، نقوم احنا كده بمنتهى البساطه نروح نبوظها؟ يا امي ما تنفعوش. وانت عرفت منين؟ انا بقول لك انا، هو عايز واحده تفهمه تحسسه الدنيا احلى، تاخده كده وتطلع بيه على القمه. قمه؟ هو محتاج قمه اكتر من اللي هو فيها دي يا ناس؟ ايوه انا. الله انت مش فاهمه، انت غريبه جدا على فكره. هو انا مش قلت ان الصوره اللي معايا دي مش صوره عاديه؟ قلتي. مش قلت اني هوصل له ولا ما قلتش؟ قلت اني هززتني ولا ما قلتش؟ يبقى معاد انه يعترف ويتجوزني ونخلص بقى. يبقى احنا هنلعب على مستويين. حلو، اللي هما اولا لازم نخليه يعجب بيكي، تاني حاجه لازم نزحي الهم اللي هو خطيبها دي من طريقك. طب اعمل ايه يا اختي؟ اسمها. طب انا اقول لك على حل. قولي قولي. هقول لك، انا عندي هنا برنامج اسمه ايه بقى؟ كيف تقتنصين زوجا لك. نقراه كده ونركز فيه، بس تعملي اللي هو مكتوب بالحرف الواحد. اوكي؟ حاضر. يلا استني هقراه. يجب ان تكوني طبيعيه جدا. مفيش اكتر مني. ماشي، لا تتجملي. ولا انا. لا تحاولي ان تكوني شخصيه اخرى غير شخصيتك. ما حصلش. كذاب. مين اللي ممكن يقول كده عليا؟ طيب بصي بقى، دي مهمه جدا. الرجل يحب المرأة التي تتعامل معه بطبيعتها كأنها صديقة له وليست كأنها امرأته. اوعى تضربيه. انت هتضربيه؟ مش صاحبه انا؟ لازم نختلف. صباح الخير يا معلم. ايه ده؟ صباح الفل. صباح النور. انا ظبطت لك كل مواعيدك، انت ادخل اضرب قهوتك وخلصها واعمل لي تليفون وانا هوا اكون عندك يا معلم. يا حبيبي ايه ده؟ انا كذا مره بقول لك القميص ده بحبه مع الكرافات بس برضو انور. بقول لك ايه، انا عايزاك في موضوع مهم جدا. مكتب بيروت كلمني والعينه خلصت، بس انا عايزك تكلمه هناك عشان انت عارف المكتب ده مهم بالنسبه لي قوي. تعالى افصل لك، مهم بالنسبه لي جدا، فانا عايزك. طب بيروت ايه ونيله بيروت ايه؟ احنا ناقصين بيروت. الو، خدته ودخلت بيه على المكتب المخفي، اعمل ايه؟ لا طبعا، انت مجنونه. ازاي يعني تسيبيهم في المكتب لوحديهم؟ يا بنتي ممكن تستفرد بيه وتبوسه، انت حره. ايوه زي ما بقول لك كده، اوعى عينك تغيب عني، فاهمه؟ يا نهار اسود. استنى استني استنى. يا نهار اسود ومنيل، العربيه باظت. ايه يا ست، انت عملتيه ده؟ استني استني هكلمك تاني. حرام عليكي، حرام عليكي. ايه ده؟ يا نهار اسود ومنيل، اللي انت عملته ده حرام عليك. ده انا لسه جايبه عربيه جديده. عربيه جديده ايه؟ دي انت بتتكلمي في التليفون وراجع خبطت العربيه. ليه؟ ليه؟ حرام عليكي. ده انت بني ادم بجح بجاحه يا اخي، يعني كمان راكن غلط وما بتعرفش تركن وبتكلمني؟ انت مجنون ولا ايه؟ انا اللي مجنون؟ لا لا، حضرتك بقى اللي في حاجه، حضرتك مش مظبوطه، حضرتك مش واخده بالك. كنت راجع ضربت العربيه بوظتيها، اللي حلت حرام عليكي. بقول لك ايه؟ ما تعملش الجنايه بتاعك ده عليا، ده انا اجلي منك. انت واحد ما بتعرفش تسوق وراكن غلط، ما دام ما بتعرفش تركن ما تركنش من اساسه، انت فاهم؟ ده انا اللي مش عارف اركن ولا انت مش عارفه تسوقي؟ مين هنا اللي ما بيعرفش يسوق؟ انا ولا انت؟ وبعدين بقول لك ايه؟ انت مش هتمشي من هنا غير لما تاخد العربيه بتاعتي الجديده دي وتصلحها، انت فاهم ولا لا؟ وحضرتك بتكلميني انا؟ ايوه، زي ما بوظتها لي هتصلحها، ويا بيت بسرعه عشان انا النهارده عندي ميعاد مهم جدا ومش فاضيه لك.
شطح اتفضلي. هي دي على طول اجريسيف كده؟ اتفضلي اتفضلي. حضرتك عندك ميعاد مهم كمان نص ساعة مع الشركة الأم من ألمانيا. ايه؟ سكتي ليه ما تكملي؟ ممكن أطلب منك حاجة وتعملها؟ ما تاخد اجازه النهارده. انا قابلت كل الموظفين قالوا لي انك عمرك ما خدت اي يوم اجازه. ده انا اقدم موظف حتى بيقول لي انك عمرك ما جيت متاخر. ده وحش. طبعا وحش. الواحد لازم يخلع. يخلع؟ ايوه يخلع. يخلع من كل حاجه، يشد الفيشه، يروح مع ناس جديده، يتعرف على ناس جديده. انما شغل شغل شغل، الواحد يبقى هيطق من جنابه، ما يبقاش عارف يشوف اللي حواليه ولا عارف يشوف الحاجات الحلوه اللي حواليه. انت ملاحظه انك بتتكلمي بسرعه وكتير؟ انت واخده بالك من الحكايه دي؟ خدت بالي، انا اسفه. بقول لك ايه؟ انا عايزك عندي في البيت. نعم؟ قصدي يعني محتاجك تنظمي لي شغلي هنا وهناك. اذا كان شغل اوكي. تحت أمرك. أنا لازم أعمل حاجة بعيد عن المألوف. مختلفة. صح. حد جديد. أنت عندك حق. أنا لازم أغير كل حاجة. أنا مش كل حاجة شغل شغل شغل. أنا لازم أخد أجازة حتى لو نص ساعة. لا، نص ساعة شوية. الله، خليها ساعة يا عم. ومكان حلو. أنا عايز مكان أهو. الو، بقول لك ايه؟ احجز لي مكان للنفرين. لا، مش الترابيزه بتاعتي. انا معايا النهارده اجمل بنت في الدنيا. ماشي، شكرا. اكلم روبي صالحها دلوقتي. بقول لك ايه؟ روح السكرتاريه هيديكوا عنوان المطعم. روحي هناك وتاكدي ان كل حاجه تمام. يلا بسرعه. يلا يلا. حاجة. هو انت مرتبط؟ لا، اعوذ بالله. اعوذ بالله ليه بقى ان شاء الله؟ هو الراجل يبقى راجل غير لما يبقى متجوز ست حلوه كده وساحب وراها خمس ست عيال؟ قصدك اتهد يعني مش لاقي يلبس ولا لاقي ياكل، بيطلع له كرش كده كبير قوي وبنضاره على كوبايه وصلاعة كمان. طبعا انا بعيد كل البعد عن الكلام ده. يا راجل. طب اقول لك ايه؟ قوم امشي من هنا. يلا خلاص، كفايه عليك كده. بس ميرو، تدفع الفلوس الاول بتاعت العربيه النهارده، فاهم؟ نيرو، انا بهرج معاكي، وكمان انا عايز اعزمك على اكل. استني استني يا ريس. اكل الست حمامات والنبي اللي فيهم فريك، وما تنساش طبق السلطه الكبير ونص مشكل كده مليان دهن شويه. انت واكل 10 سندوتشات لغايه دلوقتي وانت بتحسديني يا نيرو؟